السلام عليكم اخوتي واخواتي، ومرحبا بكم اليوم حلقه جديده من حلقات نور الدين الهمال. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا طريقه التحضير ديال واحد العصير كيجي رائع ولذيذ بزاف. ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه، والاهم انه اقتصادي. وكما العاده اخوتي، الا عجبتكم الحلقه ديال اليوم ما تنساوش ديروا جيم من الفيديو واشتركوا في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات. كنتمنى لكم فرجه ممتعه. دابا غادي نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. دابا بركة الله غادي نذكروا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير على بركة الله، غادي نحتاج عندي هنايا تقريبا واحد 500 غرام ديال المشمش. كنجيبوا المشمش بهذا الشكل هذا، كنغسلوه مزيان وكنحيدوا ليه الفل اللي كتكون في الداخل ديالو اولا العظم بهذا الشكل هذا. نتوما كما كتشوفوا كنجيبوا المشمش كنغسلوه مزيان، كنقسموه على جوج وكنحيدوا ديك العلفه اللي كتكون الداخل ديالو. غادي نحتاج على بركة الله 150 غرام ديال السكر سنيدة، قيمة واحد كاس ديال العنبة. وغادي نحتاج على بركة الله 5 ديال الليمونات أو البرتقال بهذا الشكل هذا اللي قشرناه. دابا بركة الله غادي نبداو طريقة التحضير. في شي إناء كنديرو واحد لتر من الماء، ما كنكتروش الماء في الأول باش في الأخير منين نبغيو نطحنو العصير ديالنا نتحكمو في القياس ديال الماء اللي بغينا. كنزيد على بركة الله هذيك 500 غرام ديال المشمش بهذا الشكل هذا. الا ما عندكمش المشمش يمكن لكم تستبدلوها بالخوخ او الشهديات، هو كيجي فيها لان رائع ولذيذ بزاف. على بركه الله كناخذوا داك البرتقال ديالنا وكنقطعوه هكا على شكل دوائر بهذا الشكل هذا، وكنحاولوا نحيدوا دوك العظام ودوك العلوفه اللي كيكونوا لداخل ديال الليمون باش ما كيجيناش العصير ديالنا مر. على بركة الله بعد ما غادي نكونوا قطعنا الليمون ديالنا كيكونوا زدناه على داك المشمش وداك الماء بهذا الشكل هذا. بالنسبه للسكر سنيدة كيبقى على حسب الذوق، يمكن لكم تضيفوه يمكن لكم لا. بالنسبه لي انا ما كنضيفش العصير السكر حتى الاخير حتى كنشوف. دابا بركة الله غادي نردو يطيب المده ديال 15 دقيقه ونرجع نكملوا طريقه التحضير ديالو. بعد ما كيطيب المشمش ديالنا والليمون، انتم كما كتشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي، على بركه الله غادي نزيد عليه واحد نصف لتر من الماء. في الاول طيبناه في لتر ديال الماء، كنزيدو عليه دابا غير نص لتر باش كيبرد داك الماء شويه يكون بارد، وكنطحنوه على بركه الله بهذا الشكل هذا. انتم كما كتشوفوا كنديروه في الخلاط الكهربائي وكنطحنوه، يعني كناخذوا القياس شويه بشويه باش ما نخسروش الماكينه ديالنا. كنطحنوه كنجيبو شي صفايه وكنصفيه بعد ما كنطحنوه باش جميع الشوائب كيتستوي الفوق. فبالنسبه للقياس ديال الماء فما محدودش، نتوما كطحنوا الليمون والمشمش الا كان خاطر على حسب الذوق ديالكم. كاين اللي كيبغي العصير خاطر، كاين اللي كيبغي يعني عادي. الماء كيبقى على حسب الاختيار ديال اي سيده، بحال انا كنبغيهم مايان ما يكونش خاطر وما يكونش يعني. وإلى عجبتكم الحلقة ديال اليوم وعجبكم العصير ديال اليوم، ما تنساوش ديروا جيم الفيديو وتشتركوا في القناة باش توصلوا بجديد الوصفات. كنتمنى لكم أمسية سعيدة، إلى حلقة مقبلة بحول الله.